السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح خالد العلي. والله بالعيال أنا آسف عشان شو اسمه غبت عليكم، بس عشان الاختبارات. بس لسه عندي اختبار حديث لسه ما كملته، بس شو اسمه أكملها لكم. وراح أقول لكم اليوم قصة. القصة هذه حقيقة، هي قصة عن المدرسة. يعني شو اسمه يوم ده قال له شو اسمه نروح الخروج حقنا الساعة 1:30. 1:30 ايش هذا؟ وش اسمه والطابور الساعة 7 يمكن 7:30 7:15 كذا. بس انا يعني فزة يعني، بس ما في مشكلة واحدة انت كيف تطلع الساعة 1؟ يعني اهم شيء تجيب لك تفطر في البيت عندكم وجيت تتغدى في المدرسة. يعني كيف كذا تتغدى وتفطر يوم كذا؟ بس المشكلة بالله عليك واحد يطلع الساعة 1، حنا نطلع الساعة 12:30. بس اليوم بكرة آخر يوم لنا ونطلع الساعة 12:30 نجي المدرسة 6. بس نبدأ من يوم الأسبوع الجاي يوم الأحد ونبدأ. يلا نبدأ. تقعد تقريبا الحصة بين 45 دقيقة. يعني كيف تقعد كذا؟ يعني لو في المصلى نقعد نصلي وبعدين يقولون ارجع الفصل تاني تدرس وفي الأخير نطلع. يلا والفسحة يمكن تقعد كم ساعة؟ ساعتين كذا، مو ساعتين قصدي، آسف. يمكن الفسحة تقريبا 53 دقيقة، 45 دقيقة كذا. يلا مع هذا قصتي. يلا معكم صالح خالد العلي. لا تنسوا تسووا لايك واشتراك، تكتبوا في الكومنت وتكتبوا في التعليقات. ومعكم صالح خالد العلي، وإلى اللقاء.